بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، جمهورنا الكريم، حضورنا المميز، المتابعة والتواصل مستمر هنا في هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة هنا على أرضية هذا الميدان. ومنذ لحظات أيها الإخوة ينطلق شوطنا العاشر الذي خصص للإبكار المهجنات الأصايل في هذا اليوم الجميل، هذا اليوم المميز، يوم اللقاية. أذهب هناك إلى المركز الأول، شرايين في المركز الأول، وتعود ملكية شرايين أيها الإخوة. شعار بالدبيلة حاضر، حضور جميل ممتاز. سعيد بن عبد الله بن عبيد بالدبيلة، الله يا بروكسل العمدة. سالم بن حميد الشاعر العليلي من يقدمها ثالثا وثانيا نوايا، ثالث المراكز علي بن مطرب الساحر لجتبي، وفي المركز الرابع مذهلة وسيف بن أحمد بن زيتون المهيري. النقلة على المركز الخامس اللي في المركز الخامس شواهين ومحمد بن سالم بن سعيد لجتبي، ينتقل وياكم إلى المركز السادس. ما شاء الله غنايم ومحمد غلام أحمد نوح ومحمد غلام الله نوح البلوشي سابع المراكز، بروق ومحمد بن شطيط بن حمد الشامسي، وفي المركز الثامن حور في المركز الثامن شعار الشبابي، الله يا بن حلوة عبد الله بن المر بن حلوة على اجتبي شعار الشبابي. نتمنى ان شاء الله التوفيق. المركز التاسع وصلت في هذه اللحظات من حاف وراشد بن مطر بن حميد الخاطري، وفي المركز العاشر هناك من الجانب الاخر شوف اللي هي راهية ومحمد بن سالم بن محمد بالضبيعة الاجتبي. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا مستمعينا الأعزاء، هدفنا دائما المركز الأول، عنواننا دائما المركز الأول. ما شاء الله 38 شعار هناك، ولكن العمدة عمدة الميدان على المركز الأول، ولكن أنا التغيير الذي طرى وجرى هناك من الجانب الثاني. يا سلام يا بروق ومحمد بن شطيط بن حمد الشامسي حاضر، حاضر مع هذه الانطلاقات. بروكسل في المركز الثاني، سالم بن حميد الشاعر العليلي بن زيتون بن زيتون ايضا ينتقل من موقع الى موقع، من مركز الى مركز. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق والناموس لهذه الجماهير مع مثله سيف بن احمد بن زيتون المحيري، ولكن الله يا المايدية المايدية ولا شرايين. سعيد بن عبد الله بن عبيد بالدبيلة ثالث رابع المراكز، المركز الخامس راهية محمد بن سالم بالضبيعة، وسادس المراكز هناك من الجانب الآخر غنايم ومحمد غلام الله نوح البلوشي. المركز السابع اللي في المركز السابع شوف اللي قادمه، شندارة 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 شندارة، أول نذلها أحمد بن سعيد بن عبد الله بن غرير على اجتبي، وثامن المراكز اللي وصلت كحال ومحمد بن علي بن سعيد على اجتبي، وفي المركز الثامن اللي في المركز الثامن طلبة علي بن شخبوط بن علي الكعبي، وتاسع المراكز شعار بن قحيد محمد بن خليفة بن قحيد المهيري، وفي المركز العاشر هناك المايدي محمد بن سعيد بن محمد بن أحمد إبراهيم. هكذا أيها الإخوة كانت هي النتيجة للمراكز، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام. هكذا كان الوصف التفصيلي للمراكز. الشوط الأول لإبكار المهجنات الأصايل، على وين على وين سوف يشد الرحال، على وين سوف يشد الرحال. أنت تريد يا بن شطيط وأنا أريد، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. بن شطيط بن شطيط الحاضر هنا مع بروك في المركز الأول، اللي صامت على المركز الأول، اللي بالشوط يتقدم، اللي بالشوط يتقدم. انتهى الكثير، 800 متر الأخيرة
محمد بن شطيط بن حمد الشامسي المركز الثاني شرايين، سعيد بن عبد الله بن الدبيلة هناك كحال، ومحمد بن علي بن سعيد الاجتبي ولكن مذهلة. أيضا هناك سيف بن أحمد بن زيتون المحيري، شوف من القادم، هناك عوايد والعوايد لأهلها يا بن قحيد، محمد بن خليفة بن قحيد وصلت طلبة حور، وصلنا الأسامي الراقية والثقيلة هنا في هذا العالم الراقي، ولكن هناك شعار التوقيتات الأفضل، شعار التوقيت الأجمل، شعار النواميس، شعار اللي ما يعرف إلا الرقم واحد، عبد الله بن المر بن حلوة الاجتبي اللي قدم حور. سلام يا أبو حميد، سلام يا أبو حميد، سق الله دارك. التهاني للمر بن سعيد بن حلوة الاجتبي داعما لهذا الشعار. سلام إلى الخوانيج بكل احترامه، بكل تقديره، بكل عنفوانيته، هنا مع حور عبد الله بن المر بن حلوة الاجتبي تهاني للناموس. المركز الثاني لمحمد بن خليفة بن قحيد، المركز الثالث لعلي شخبوط الكعبي، المركز الرابع سعيد بن عبد الله بن الدبيلي، المركز الخامس هناك محمد بن شطيط بن حمد الشامسي. سلام يا بن حلوة، عبد الله بن المر بن حلوة الاجتبي. 5 دقائق 55 ثانية 61 جزء من الثانية، تهانينا والناموس.